ليابي محطتنا الأولى راح نروح فيها لعالم الصورة ضمن معرض دمشق الدولي إلى العمل المتكامل، حيث انطلق معرض دمشق الدولي تحت شعار من دمشق إلى العالم، وتجسد هذا العنوان ضمن حفل الافتتاح. حفل الافتتاح كان يمكن الحدث الأبرز بتاريخ 27، وموضوع الإضاءة يمكن كان عنصر مميز وباهر خلال حفل الافتتاح. أكيد نرمين، يعني ضمن حفل الافتتاح نحن شفنا لوحات مرسومة، ولكن ما بنعرف إنه في جنود كتير اشتغلوا لمدة أشهر كاملة لحتى يطلع بهي الحلة البصرية، وأيضا يمكن بكل قسم وبكل إيفنت وبكل مهرجان وبكل فعالية نحن عنا جنود عم تشتغل لحتى يطلع بهي الحلة. رح نحكي أكثر كيف بيتم يمكن العمل لإظهار الإضاءة الصحيحة على المسرح. بصرنا نرحب اليوم بالأستاذ بسام حميدي، رئيس قسم الإضاءة والصوت في مديرية المسارح ومخرج بصري ومدير إضاءة. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرنا بالمقدمة، كانت الإضاءة عنصر مميز وباهر خلال حفل الافتتاح، وحضرتك يلي قمت بالموضوع وكان لك مشاركات يمكن بثلاث دورات سابقة بموضوع الإضاءة. خلينا نحكي عن الجديد اللي كان خلال العرض وحرصت انه يكون موجود خلال بما يخص بموضوع الإضاءة. صباح الخير. هلا هلا. الحمد لله هاي السنة كان معنا بدنا نقول 10 أيام، فهي 10 أيام بالنسبة لنا كتير، هل بالعادة بيكونوا 3 4 أيام، هل آه هو أنا كنت قليل؟ عم أقول أشهر. إيه لا لا، كعرض خلص صرتي على الستيج، تنفيذه على الستيج، تنفيذه على الستيج هو 10 أيام. هلا هو العرض كان من إخراج أستاذ نيبال بشير، يعني هو حالاته كان إنه عم نشتغل معه أمكنة تانية، فكنا نحكي إذا أخذنا معرض دمشق الدولي وأخرجه بدنا نعمل هيك بدنا نعمل هيك، فكان هاي على هامش القصة عم نحضر لحتى رسي عليه، وبلشنا بقى نحط الفقرات اللي بدنا إياها، التنويع بالمهرجان، وبلشنا بقى نشوف نحن السنة الماضية شو كان في مشاكل بالإضاءة، السنة اللي قبلها شو كان. أنا الماضية ما كنت فيها كمدير إضاءة، اللي قبلها كان أنا كنت فيها مدير إضاءة، فبلشت هون موضوع الخبرة، انه انت مثلا السنة الماضية شو الستيج كان مربع، كان بالنسبة للجمهور الجمهور كان مستوى واحد، فكان ستيج مربع عامل كرؤية بصرية عامل قاطع شيء كرؤية. هاي السنة حبينا بقى لا خلينا نبلش من الأخطاء هذيك السنة، انه هو مو خطأ كان يعني، بس انه أجمل وأحسن، فبلشنا انه خلينا نعمل الستيج على مستوى الاضاءه، الترس هو اللي بتركب عليه اجهزه الاضاءه، نعمله صندوق مفتوح والجمهور مقابله، فما عاد في شيء معيق له. فهون بلشت تصميم الاضاءه، هون صار الاصعب بالموضوع، اما تكون عندك برشات اكثر فانت خلص عندك خيارات اكثر، هون بحط بقعه ضوء، هون بحط اضاءه طبعاً. جانبيه، هون بحط اضاءه نحن متحركه، نحن مو عرس، نحن مهرجان يعني. بالضبط. هلا هون صارت القصه مختلفه تماما، عرفتي كيف؟ فصار هون التوزيع مهم، فانت بدك اي برجكتور بتركبيه انت بالهواء الطلق، فهو شكل البرجكتور عم تشوفه الجمهور وعم يعمل شيء، فانت بدك تجي تشتغلي على ناحيتين، اول شيء جماليه لموضوع التراس، نفس الشيء الخدمي للعرض. تمام، عرفتي كيف بدك تستثمري يعني. فالحمد لله ما هاي يتعارض السنة. مع انه ما يتعارض مع التصوير الكاميرات، يعني كثير احيانا نحن بنشوف عرض على التلفزيون فجاه بتطلع فلاش قوي كثير، هو بيكون نتيجه لعب الاضاءه، بس انه يمكن مصممين الاضاءه ما بينتبهوا لنقطه التلفزيون او الكاميرات يلي عم تصور. صح كلامك. هلا انا اشتغلت مدير اضاءه ومشرف اضاءه باعمال دراميه، يعني هلا هاي الشغله فادتني انه انا صرت شوف عين الكاميرا. هلا في مصممين اضاءه، وانا قبل فتره خلينا نحكي حتى ما نقول مثلا كنت شوف انا بعيني، بينما انت اما عم تعملي مهرجان بدك تشوف بعين الكاميرا، انه الكاميرا عم تنقل. اوكي في مثلا 2000 3000 5000 واحد عم يشوفوه على الواقع، بس كمان في ملايين عم يشوفوا على التلفزيون. فانت بدك تنسقي بين الطرفين، يعني مو معقوله انا مثلا بعمل اضاءه كثير خافته وحلوه عم يشوفوها هون والنقل التلفزيوني طلع سيء. فصارت من هون بلشت انه انا بعرف تقريبا قديش ممكن الكاميرا تشوف، لان هي مبدا الكاميرات عندنا نحن هي بتشوف كميه الضوء،
يعني عم تصور الكاميرا هي مبدأ قديش تعطيها ضوء وهي بتشوف حساسيتها هون تنقل للصورة. فالحمد لله انا السبيمات اللي عم يلعبوا هيك هدول كمان طبعا هلا هو نحن ما في شيء عم يلعب لحاله يعني هلا كل شيء مدروس يعني هلا نحن على الايقاع يعني هلا في ايقاع له على بطيء مثلا فانت بتشتغلي عليه في ايقاع سريع فهو لازم يكون له فلاشات في ايقاع حسب المشهد يعني هلا نحن كان عندنا مشهد مثلا قريب خلينا نقول ببساطه له علاقه بالمعركه مثلا فنحن رحنا الوان الاورانج الفلاشرات في كان عندنا شيء له علاقه بالموسيقى رحنا على الالوان اللي كثير زاهيه والحلوه كذا مع الموسيقى فكان اللون له دوره يعني بالعرض يعني ما كان في لون عم يطلع هيك عرفتي كيف كان كل لون له المشهد تبعه انه نحن عاملين هذا اللون لهي الفقره البيم عم يتحرك من هون لهون له شيء يعني حتى نحن درسنا الطياره اللي عم تطير عم تصور لتحت انه وين الاشعه بدها تطلع ما تضرب فيها مثل ما تفضلتي انه الفلاشر بيطلع فهي السنه الحمد لله كثير اشتغلنا يعني وهي كانت هي السنه من تجهيزات اسعد سعاده يعني هو معروف وحتى كان في شاب ثاني اسمه لورانس كثير ساعدنا هو منفذ معي كمان ما قصر يعني ضلينا كل يوم نطلع يعني من ايمت نقول خلصنا ايمت يطلع الضوء انه ما عاد يبين الضوء خلص بنروح نجي ثاني يوم وعلى الحاله فكان كثير متعب يعني هذا العمل يعطيكم يعني العافيه اكيد استاذ بسام رح نكفي حديثنا ونشوف اللونيه اللي كانت مستخدمه وتوزيع الاضاءه ولكن رح نروح نتابع الماده التاليه من حفل الافتتاح ونرجع نكفي حديثنا يعني ليه كنا عم نشوف مشاهد من حفل الافتتاح ومثل ما شفنا يمكن الألوان اللي كانت طاغية هي الأورانج والأزرق تمام خلينا نحكي عن اختيار هدول اللونين بالإضاءة وتوزيعهم هلأ قعدت أنا وأستاذ نيبال يعني بالأساس بلشنا أنه ناخد الألوان قريبة لللوجو طبع المهرجان ورجعنا بعدين يعني قديش فينا نحصل نتيجة قريبة من اللوجو اوكي والقسم الثاني له علاقة بقى نحن قلت لك المشهد شو طبيعته شو اللون المناسب له فكان في الوان الازرق والاورانج والاصفر وايام الابيض وفي شغلة انا بدي اذكرها هلا بما انه انتم اخذتوا المشهد تبع الجيش انا بدي احكي شغلة صارت معي انا قبل الافتتاح بعمل تشيكة يعني على الاضاءة الارضية كثير فحدا من الجرحى شهدائنا بدي يمر فأنا في بروجكتور أرضي جيت له بس هيك بعده شوي عن الأرض هو رجليه تنتين فيهم مشاكل قام قال لي بدك مساعدة قام حز كتير بنفسي هاي القصة تخيلي إنه هو على الكرسي وعمل لي بدك مساعدة
فصرت هون بقى كتير يعني استفزني الموضوع، وبلشت انه حتى باللوحة تبعهم حاول اني اضيف لو قادر اعمل لهم شيء، لو قادر، انه يعني كتير كان موقف نبيلة كتير، يعني قديش قدم وقدم رجليه اثنين وعمل لي بساعدك، فشغلة. بنوجه تحية لكورال جرح الجيش العربي السوري، والله. وكان يوم الجمعة هنن ضيوفنا ضمن صباحنا غير. اي والله. فكان التنويع بالقصص المهرجان بالفقرات اللي اختار استاذ نيبال، انا برأيي كانت لها كتير دور مهم، هي ساعدت على الاضاءة. وعملنا شيء تقني له علاقة بالتلك توزيع الاضاءة، ونزلنا لأول مرة الاضاءة الهرموني. نعم. حاولنا نعمل شيء مبدئي كمان بسرعة، اجى الأجهزة وحاولنا نقدم شيء له علاقة بشيء جديد يعني، بس أنا أظن هاي يعني إن شاء الله السنوات القادمة رح نصير نعمل شيء بصري أهم إن شاء الله من اللي صار. إن شاء الله أكيد. خلينا أستاذ بسام نحكي أكثر، يمكن دائما الفرق المرافقة للعرض تستخدم ألوان كتيرة باللباس، يعني أستاذ نيبال كان عنده كتير من العروض. خلينا نحكي يمكن عن تنسيق الملابس مع العرض أيضا، وحتى على المسرح خلينا نحكي بنقطة أنه كان في فرقة موسيقية تحت وكان في عروض فوق، هون كيف فيك تعمل موازنة بين أنك أنت تضوي الفرقة الموسيقية بالوقت المناسب وتضوي أيضا الفرقة الرائصة بالوقت المناسب، والشاشات وكلنا بنعرف الشاشات قد بتعكس إضاءتها، يمكن أحيانا بتعطي شيء غلط، إضاءة غلط على المسرح. لا صح كلامك. هلا نحن بلشنا خطوة خطوة، هلا بلشنا بالرقص بالملابس، فكنا لما نعمل البروفا أنا أطلب من الأستاذ نيبال إنه أوكي بلا ملابس البروفا، بس طلع لي حدا زي واحد لحتى صوره أنا، فبعرف هاي مثلا المشهد هاد لابسينه مثلا خمري أزرق كذا، أنا بسجله إنه بعرف إنه هون هاي اللقطة. بالنسبة للحفلة الموسيقية تحت، نحن حاولنا تلك بالأساس نحاول نعمل مستويات إنه الجمهور يشوف صح، فكان الخيار إنه لا خلينا بس نعمل بس على التلفزيون كانت شوية يعني بعض الأحيان عتم عند الفرقة. هي طبعا لأن هون بتكون الفرقة ما لها شغل، نحن أوكي موجودة، هلا أنت عم تعرضي مكان شو، ما فيك تعملي مثل المسرح إعتام كامل. هلا بالمسرح فيك تعملي بقعة، وإذا في حدا بعد البقعة بمتر قاعد أو واقف ما بيبين. أم بالعروض الشو ما فيك تعملي هذا الإعتام الكلي يعني. نعم. فأنت خلص مثلا بدك تعملي إنه حسب الواقع، بعطيه كونتر خلص صار صحيح. من الصورة الموجودة، ما عاد إلغي أنا يعني، ما عاد فيني أطفي على الفرقة وضوي فقرة مثلا الرقص، لا خليني استغل الفرقة بالإضاءة لتساعدني بالرؤية البصرية. حتى أنا جبت لمبات، حتى بدنا نقول تحية للأستاذ عمار يلي هو كمان مرافقنا اليوم بضبط الصورة، يعني دائما هو وقت يكون موجود، يعني نحن بنتمناه بكل حلقات يكون موجود تكون الصورة غير شكل، مع احترامي للكل يعني. إن شاء الله هاي من حظي معناتها موجود. يعني كمان بدنا نحكي ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، وتزامنا مع كان في عرض لمسرح، كان في مسرح كيمياء يلي عرضت على على خشبة دار الأوبرا، وحضرتك كمان كنت المسؤول عن موضوع الإضاءة. نحكي عن هي المسرحية من حيث الإضاءة وشو عم يختلف اليوم. أكيد في فرق كتير كبير بين تغطية المعرض وحفل افتتاح بهاي الضخامة وبين المسرحية. طبعاً هلأ عرض مسرحية أكيد مو مثل عرض افتتاح شو كذا. هلا بدي بلش لك من الإضاءة كتجهيزات، خلينا نحكي فقرة فقرة. هلا الإضاءة المستخدمة بحفل الافتتاح أكيد غير هي الإضاءة اللي بتستخدم بالمسرح. هلا هون نحن بنستخدم إضاءة متحركة كتير، فلاشات وألوان وكتير، يعني شيء استعراضي أكتر. هلا بالمسرح بتفوتي بالصميم اللعبة أكتر، بتفوتي بحالات النفسية اللي لها علاقة بالشخص. هلا بعرض الشو لا خلص انت جمالية المكان عم تشتغلي عليه والفقرة اللي عم تتقدم، عرفتي كيف؟ بينما بالمسرح لا، هلا بالمسرح بدك نبلش نحن من النص، انا باخذ النص قبل شي شهر شهرين بقرا النص، بجتمع مع المخرج، بجتمع مع مهندس الديكور، بنجتمع مع الملابس، بنقول انه هون حالة الممثل حزن مثلا، فممكن هون مثلا اللون الأزرق يساعدنا شوي.
ممكن عن شو الأساس المسرحية عم تحكي، فكانت مسرحية شو الموسيقى، شو الإفكتس، كل شيء الساوند مدروس اللي موجودة كمان هي بتلعب دور بالشو بالإضاءة أيضا. طبعا كل شيء مدروس. فأنا مسرحية كيمياء كان العرض له علاقة بالحب، هو علاقة حب بين شخصين، يعني فجأة بيصير بيكونوا هن بالطريق، فجأة بيجي جاذبية لبعض. فمن هون انا بلشت اصمم الاضاءه، فاخذت الاضاءه مربعات، انه هن كل ما قربوا مع بعض هن صار مربع عليهم، بيحاولوا يفترقوا ما بيفترقوا، فبصير بيناتهم حالات حب لنهايه المسرحيه. يعني استاذ بسام، موضوع الاضاءه نحن بالتلفزيون لا بنعرف شو اهميته، ونحن حكينا عن العمل المتكامل، ما في صوره حلوه بتطلع بلا اضاءه، حكما بنعرف هذا الموضوع. بدنا نتشكرك كثير الاستاذ بسام حميدي، رئيس قسم الاضاءه والصوت في مديريه المسارح، مخرج بصري ومدير إضاءة. شكرا كثير لك. شكرا. أهلا وسهلا فيك.